توقعات برج الجدي ليوم الخميس الموافق 6 يوليو 6 تموز 2023. تتوقع النهاردة انك تتواصل مع اشخاص تانيين، بما في كل ده هيبقى في حد من الاشخاص دول عنده فوائد في حياتك المهنية. هيكون يومك محفز جدا، وهتكون عندك ادلة وفرص عشان تساعد وتتابع اتجاهاتك. هيكون عندك علاقات ودية منفتحة وايجابية مع كل زملائك في الشغل. بالنسبة لك صحيا، انت معروف بكونك لطيف جدا، ممكن يبقى في غالب الاحيان في استدعاء للقوة وارادة عشان تحافظ بيها على صحتك. هتعتقد انك قادر علشان تقوم بكل ده بما فيه الكفاية من اجل صحتك. مهم جدا انك تدمج تمارين ونظام غذائي في حياتك اليومية، بنية انك تبقى بحاجة انك تتعلم ازاي توازن بين الشغل والمتعة واللي بيحتاجه جسمك. ممكن تبقى طول الوقت في الأرض وتبقى قادر علشان تواجه أي تحديات جديدة في صحتك. بالنسبة لك مهنيا، هتتلاشى آثار كتيرة في اليوم الجاية علشان تضطر انك ترجع مرة تانية للوحات سليمة، وده مش بحاجة غلط. بدل من انك تمشي في نفس المسار هتتمهل أكتر. بالنسبة لك عاطفيا، هتنجح في كل الأحداث الاجتماعية مع الطاقات النجمية الحالية اللي عندك. انت مش بس شغوف ورومانسي، لكنك هتبقى واعد جدا في الواقع. ده هيبقى حلو بالنسبة ليك، وهتلاقي النهاردة ان الشخص اللي انت بتقابله بيحظى بكل اعجاب، لكن ممكن تقضي كتير من الوقت انك تتعرف عليه.